مولد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. Yeah, I'm sorry, man.
صلوات الله الهدى وسلامه المسلم يا رسول الله عليك أيها الهدي يا رسول الله المعي يا رسول الله المجد يا أنت عبد الله الذي مظهر تجلله من أوفى جدير متقلبان لا يا رسول الله المجد حتى لبس عبد الله نورك الأسنى وتا يا رسول الله المجد أما حملات من أولك الباباك يا رسول الله المجد جاتي الرسل تهني أمك بخير ولا ከነባሩ የመሸለፎች መንገድ ሳይወጣ እንዲቀስም ይህ ተማሪዎች ጀማዓ ጉልህ ሚና ተጫውቷል። ከአካባቢ ወጣቶች ከእድር ዳኞች እንዲሁም ከአባቶች ጋር መጣጣምና መረዳዳት አብሮ እንደሆነ ሁሉ ወደፊትም ጀማዓው በአብሮነት ለመትጋት ያቅዳል። ውድ የፕሮግራማችን ታዳሚዎች የጥንት የመሸለፎች የተራመዱበት የኢማን መንገድ አጥብቆ መያዝና መጤ ከሆኑ አስመሳይ ነገራቶች በማራቅ እንዲሁም በዱዓ በሐደራ ደምቆ ይህ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም አህለሱና ወልጀማዓ ተማሪዎች ግንባር ቀደም ሆኖ ስታወስ ቆይቷል። መውሊድ የችግሮቻችን መፍቻ፣ የሰላማችን ምንጭ፣ የአንድነታችን አርማ ከዚህ ከመሆኑም በላይ የእስላም አስተምህሮት መሆኑን ይህ ተማሪዎች ጀማዓ ጠንቅቆ ያምናል። በዚህም መሰረት በየአመቱ ተመራቂ ተማሪዎቻችንን መረቃት በመውሊድና በአባቶች ዱዓ ማድረጋችን ከጀመር ሰንብተናል። የአባቶች ዱዓ ለሁላችንም ገንቢ ነውና ይህንን ተግባር በወደፊትም ተመራቂዎቻችን ለማስተግበር የወድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተመራቂዎች የሁሉም የተመራቂ ተማሪዎች እቅዳችን ነው። የተከበራችሁ ታዳሚዎቻችን ይህ ጀማዓ በሁለት ግሩፕ እንዲቆም ለትብር እንዲተላለፍ ዘንድ በሐሳብም በገንዘብ ከጎናችን የነበሩት ሁሉ ምስጋናችንን እያቀረብን ወደፊት እንቅስቃሴያችንም እንዳትለዩን እያልን መልእክታችን ነው። በኮምፐርቻና በደሴ የሚገኙ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም አህለሱና ወልጀማዓ ተማሪዎች ህብረት በሙሉ አቅሙ በመልካም ነገር ሁሉ ከአካባቢ ሙስሊሞች ከጎናችሁ ሆነን ለማቆም በድጋሚ ቃላችንን ለመግባት እንሞክራለን።
በመጨረሻም የጀማው የ2017 ተመራቂ ተማሪዎችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የፕሮግራሙን መከፈት እያመሰርኩ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጥሪያችንን በወሎ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ህርስና ወልጀማ ተማሪዎች ጀማ ስም አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። አልሐምዱሊላህ አልአሐድ አልአሐድ والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فليس له صاحبة ولا ولد وأزكى صلاته وأتم سلامه على سيد البشر على سيد البشر وفخر ربيعة ومضر من شق له القمر وشهد بنبوته الضب والحجر وسعى لإشارته الجذع الشجر سيدنا سيد الكونين والثقلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وعلى آله بدور الدجى وصحابته الكرام أما بعد فإني أحييكم بما حصدتموه وفعلتموه من الأوقات بسرات شهوتهم هنا لذيهم بسلفات شهوت كذي كدرسات شهوبات فري انكوان أدرسات شهوب بميل بنينا اندزيهم دمو بجمعية الإثيوبية يهن لاستل اللف ودالو بميكت لو انانتن لما استوس يم فلقو الله تبارك وتعالى بني علي بزوز اقاواتشين عدر قولنا كتلكو سقا مكاكل نبيون عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله ودزه مدر لكلنا نبي عليه الصلاة والسلام بممتعتاتشو يا جل ما يهون هيوت تقرسسو برهان يفنتكبت بنبي عليه الصلاة والسلام ولدت كالنزيس أقوش مكاكل الله تبارك وتعالى لن يا إيمان سبتنا يهنن إيمان الله تبارك وتعالى لن يصل ستان مسكانا لنا درقي قبل زاري ودن انت سمتا سلس وسط بيتشا نقر لما استوس فلق الله عندنا الله تبارك وتعالى بني علي صقاون يقونا صفنا يمنا يهونا ولتنا يعني صقا انيا تتكمن بتالوي ወይስ ደግሞ ለዛ ጸጋ ህይወታችንንስ ለማሳለፍ ዝግጁ ነን ወይ ስለሚለውና እንደዚሁም ያ ጸጋ ከኛ እጅ ወጥቶ እንዳይጠፋብን የመጠበቂያውን መንገድ የማሳላችሁ ይሆናል። افضل النعم الله تبارك وتعالى ከሚሰጣቸው ትልቅ ጸጋዎች መካከል الايمان عند سو اسلمنا سيستطو بيتشانو نبيهم عليه الصلاة والسلام الإمام البخاري بزقبو الحديث من الالو إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب الله تبارك وتعالى يتشن مدراوي هيوت مدسة لم يودهم لما يودهم سوي سدر ولا يعطي الإيمان إيمان جن أي ستم إلا لمن يحب لم يودهم سوي بالتابهن جن الله تبارك وتعالى إن يان ودنا إيمان ستنا الله لنا مسجن قبل كلاتنم الحمد لله لمن يقبل كلاتنا باند لي
الله اللي نامسكني قبل يحقيقة إيمانن كفلن بات وين دمو فرانك أوطتن بات هيدا اللي يتسدنا الله تبارك وتعالى أنيان ودون لن يفلقلن يهنن إيمان سدنا يهتلقوا سقانا عندسو بالدنيا لا إيالا بالراب بالتما يشكروج تنفر بسولاي بيوردو باتم بينبابرو باتم نجرجن بايمالاي كاموتا نترشاو زنتنو يهنن ايمان سنت سوج فلقوت اتوتا انيا نبيون عليه الصلاه والسلام سان ناجن بساتشو امننا نجرجن بنبيو عليه الصلاه والسلام ينبرو حزبوج يجرقان لهولت مكفل يتملكتو لنبيو عليه الصلاه والسلام زافنا دنگاو لنبينتاچو ممسكرون يتملكتو كن الله تبارك وتعالى يلباچون ايمان الكفتلاتو انيا كن نبيون عليه الصلاه والسلام سان ملكت سان ياچو بهيوت سان ناغنياچو إيمانن الله ستونا إهنن لنا مسجني قبال صباحا ومساء طواتم كانم ماتم كصلاة بفيتم كصلاة بهلم من جزيم الله لنا مسجني قبال بزيهو الله تبارك وتعالى اندي جرس لنم ملمن اللبن يه إيمان منمس عن كف لبت يتسدنوا عندهنا نبيهم عليه الصلاة والسلام قدم باصل ألفنا حديث يتكسلنا نبي الله نوح لجاتشو كنعان عجيب نبي الله نوح لجاتشو كنعان بساتشو نبيهنة آمن منبرا يا نبي لجهنو قل بساتشو ملكتنينة بالله عندنة علم من النبرة نبي الله نوح يهنن بتملكت بالسعات الله تعالى عندنا قرط أيقون يا رب جيت يهوي إني أسألك أن يتأيك هلو أن تهدي ابني لجن ودكت تنيا من قد اندت مرالي اسلمنا إيمانا كالبوس اندت تاسكم متلين أتأيك أهلو بلو نبي الله نوح أولو العزم ناتو تعلق نبي ناتو إساتو للجاتو إيمانا ستأيكو الله قمن دلنا يلاتو يا نوح نوح هو يلاتو فإني قضيت في الأزل أن يكو بأزل والسنالو أن تدخل أنت الجنة وابنك جهنم عجيب أنت يعني نبينا أنت جنة اندت قبا والسنالو لجهنجن أسحاتوست اندي زوات تربا أزل والسنالو يهنن تياك إهن عليك أبالهم إلى جوال نبي للجو دعاء أدرقو دعاء تشو تسمينت أدوال إيمان اندي ستو إن يقن يهنن إيمان الله تبارك وتعالى ستو ناي للا مثال الاستاذ نبي الله ابراهيم اباتاچو ازر كان كافرا مسلم አልነበረም አሁንም نبي الله ابراهيم الله تعالى من طيقو يا رب يتهوي اني اسالك اطيقهالو انت هدي ابي اباتين كتتنيا منجد اندتمرو كذا الله من دنيا لاتهم فإني قضيت في الأزل أن تدخل أنت الجنة وأبوك في النار أنت جنة قبته أبا تدقمو إسات دي قبع بأزل والسنيا اللو يلاتهم سبحان الله إن يقن الله تعالى سنت أيكو إيمان ستنا تاليا يهنن إيمان لزيه إيمان إنيا من أينت مسواتنات إيكفلنا
የሚለውን ስንመለከት ነብዩላህ ኑህ ኢማናቸውን ይዘው እንደዚሁም ህዝቦቻቸውን ለ950 አመት ጥሪ ያደርጋሉ። ለ950 አመት ጥሪ ሲያደርጉ ሲደበደቡ ሲከተከቱ ደማቸው መሬት ላይ እየፈሰሰ እየወደቁ እየተነሱ ሰዎችን ጥሪ ያደርጉ ነበር። ከለታት አንድ ቀን ሰዎች በጣም ይመቷቸውና ወድቀው ከዛ ምን ይሏቸዋል? هذا مجنون ይሄኮ እብድ ነው አትከተሉት ይያሉ ልጆቻቸው ይመክሩና ይዘክሩ ነበር። ነብዩላህ ኑህ አሁንም ተነስተው ከወደቁበት ተነስተው ወደ لا اله الا الله ጥሪ ያደርጉ ነበር። ነብዩላህ ያህያ ቁቲል የእስልምናን ሃይማኖት ቀጥተኛውን መንገድ ይዘው በመታገል እንደዚሁም ደግሞ ለሰዎች ቀጥተኛውን መንገድ በማስተላለፍ ህይወታቸውን ሰውተዋል። ያአላህ ነብይ ነብዩላህ ያህያ ነብዩላህ ዘከሪያ በመጋዝ ተመግዘዋል ልክ እንደ እንጨት ሱብሃንአላህ። ለኢማናቸው ነፍሳቸውን ህይወታቸውን አሳልፈው ይሰጣሉ። የኛ ነብይ ስንመለከት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጡት የሰሩትና ጥሪ ያደረጉት 23 አመት ነው። በዚህ 23 አመት ውስጥ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣይፍ ተደብድበዋል። የጠጣር የድንጋይ ማዕበል ወርዶባቸዋል። ለኢማናቸው ለእስልምናቸው ህይወታቸውን እስከማሳለፍ ድረስ ይደርሳሉ። ከለታት አንድ ቀን ጣይፍ ሄደው ዳዕዋ ለማድረግ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባሉበት ሰዓት እነዛ ከሃዲያኖች ልጆቻቸውን አላዋቂ ሰዎችን ሰብስበው በቀኝና በግራ አድርገው ለሁሉም ሰው ድንጋይ በማሸከም ነብዩ ላይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የድንጋይ በረዶ አውርደውባቸዋል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እግራቸው ደምቶ ደሙ መሬት ላይ እንዳያርፍ በእጃቸው በጨርቃቸው ያብሱት ነበር ሊማዘ ለምንድን ነው ይሄ ሁላ? ምክንያቱም የነብይ ደም መሬት ላይ ካረፈ አላሁ ተባረከ ወተዓላ እነዛን ህዝቦች ስለሚያጠፋቸው ለነሱ በማሰብ። ከዛም በኋላ የተራራው መላእክታ ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይመጣና ምን ይላቸዋል? ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ሆይ እነዚህ ሰዎች የደበደቡህን አንደኛውን ተራራ እንዲሁም ደግሞ ሌላኛውን ተራራ በማምጣት ሁለታቸውንም ተራራ በእነሱ ላይ በማምጣት አላትም ይልግደልልህ ይላቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ምን ነበር መልሳቸው? ላ ይሄንን አትስራ አሉት። فإني أرجو من أصلابهم أن يخرج من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله انيكو كلج لجوچاچو من فلقالو من كجلالو لا إله إلا الله محمد رسول الله يمي አሁን ቢደበድቡኝ ነገር ግን ልጆቻቸው በኔ ሊከተሉ ስለሚችል እንዳትገልብኝ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። كان رحمة مهدات ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ለሰው አዛኝ ነበሩ። እስኪ ባልደረቦቻቸውን እንመልከት። እነዚያ ወርቆቹ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በደንብ አድርገው የፈደሙ የተንከባከቡ በገንዘባቸው እንደዚሁም በነፍሳቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተገን ሆነው የቆሙት ሰሃባዎች እነዛ ብርቅዮች እና ሱመያ እስልምናን ብቻ ስለተከተለች ሆዷ ላይ በጦር ተወግታ የሞተች ሸሂዳ ናት። እስልምናን ብቻ
ጌታን ስለተከተለች እስልምናን ታይ አትከተይ በማለት ከሃዲያኖች በጣም ግፍ ስላደረጉባት እሷ ደግሞ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እከተላለሁ በዚህው ላይ ነው የማልፈው በማለት ህይወቷን ሰውታለች። እንደዚሁ ባለቤቷ ያሲር ሁለታቸው ለዚህ ዲን እስልምናን ብቻ ኢማንን ብቻ ስለተከተሉ ሰዎች የነሱን ህይወት አጥፍተዋቸዋል። ሌሎችንስ እንመለከት። አልኢማም ሰይዱና ቢላል ሰይዱና ቢላል ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አትከተሉ በተባሉበት ሰዓት ምንድነው ያሉት? ተራራ ፀሐይ ላይ አንጋለዋቸው መሬቱ በጣም ከሚፋጅ ቦታ ላይ እስልምናን አለቅም ኢማንን አለቅም በማለት ከላያቸው ላይ ትልቅ ድንጋይ በማድረግ ምንድን ነበር የሚሉት? አሐዱን አሐድ ያ አላህ አሐዱን አሐድ አላሁ ተዓላ አንድ ነው እያሉ ነበር የሚመለሱት። ማ ተረከል ኢማን ኢማንን አልተው ወማ ተረከል ኢስላም እስልምናንም አልተው። ሰይዱና ቢላል እንደዚያ ሆነው እስልምናቸውን ይዘው ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተገን ሆነው ያለፉት። ሌሎችም ሰሃባዎች በነጠቅስ መጅሊሱ ይረዝምብናል። ከኛ በፊት ስለነበሩ ኡማዎች የዲናቸው ጥንካሬ በጣም ከፍ ያለ ነበር። ለዚህ ምሳሌ ልስጣችሁ። انها نموذج للصبر አሁን የምጠቅስላችሁ ሁላችንም በዲናችን ላይ የፈለገው ነገር ቢመጣ ህይወታችን እስከሚያልፍ ድረስ መጋፈት እንዳለብን። في زمن فرعون بفرعون زمان يجرس አስተዳዳሪ የነበረው በነብዩ الله موسى የነበረ ሰው ነው። هذا كان يدعي الالوهيه እኔ ፈጣሪ ነኝ ማለትን ይጣራ ነበር ጌትነትን ይጣራ ነበር። فكانت تحت يديه امراه تمشط بنته كسو بتاچونا የምትሰرا የልጁን ጸጉ የምታበጥር አንድ ሴት ነበረች። فهذه لما سقط المشط في يوم من الايام كلتت اندكان يا يمتابطربت ما بتريو بودك بسعات من قالت بسم الله بسم الله بلا نساتو. فقالت البنت يا تشي يا فرعون لج من قالت اولك رب غير ابي كعباتيوت ليلى فطاري علشن بلا تيكتشات. فقالت بقلب ثابت مروبه هنا سنا لبونا لبوا بتمنى ايمان منالت ربي وربي ورب ابيك هو الله يلم يانچن يا اباتشم جيتا الله تعالى بلا منسجلات. فكانت ثابته ايمان علي በጣም የጸናች ሴት ነበረች። ከዛም በኋላ فقالت لها ياتي لج من علجت ساخبر بذلك لابي ይሄን ነገር ለአባቴ እናገራለሁ። فقالت لها ንገሪ فان ربي هو الله الله تعالى ነው ፈጣሪ الله تعالى ነው ፈጣሪ ብላ ነገረቻት። فذهبت البنت الى ابيها يجلج لاباتها هدا نجر سرت فاوقد فرعون زيتا يا الله فرعون يمير راسه سلنبره ياتشم زيت بالله عندنت يمسكرته اسوانا لجوجون كفلا زيت استلمطال زيت ما فلات جمر
يا الله اسلمنا بچا سلتكتلج ايمان بچا سلتكتلج فاوقد نارا اسات اكدتلنا وذلك فيه الزيت يا كدتلو دمو وها ايدلم وها لما افلات ايدلم فكان يوقد الزيت زيت النبر يميافلو زيت يفلا من الات هل ترجعين عن دينك سلمنا هيمانوتن تتش بني عندنت اني جيت عندهم تمسكر يال شوالات فقالت لا ارجع عن ذلك قال له بت هيمانوت املس بزيو لاي نو يموت عليك كذا بهالا لجوتوان عند باند كزيا زيت وسط متال جمرى فلن تتراجع لجوتوان زيت وسط يتنكروا اذا كفلا زيت وسط يتنكروا نغرغن ايمانن كمكتل ودهالا علالته اسمنا لاي صنتا نبره فبقي له علماءج ይህንን ከስተት ሲናገሩ ምን ይላሉ? አንዱ ልጅ ዘይት ውስጥ በሚጥልበት ሰዓት ቆዳው አጥንቱ ይለያይ ነበር ይላሉ። ሱብሃንአላህ በጣም ከመፍራቱ አንጻር فبقي له ابن صغير በጣም ጡት የሚጠባ ገና ህፃን ልጅ የሆነ የሷ ልጅ ይቀራዋል فقال لها تملشلش يا لبلزيا ይህንን ህፃን ልጅ ከተዋለው ይላታል ከዛ ያ ህፃን ልጅ አላሁ ተባረከ ወተዓላ መናገር አይችልም ነበር እንዲናገር አደረገው فقال يا ህፃን ልጅ ምን አለ يا امه እናቴ ሆይ አለች اصبري فلا تتقاعسي صبر ادرجي እንዳትመለሽ بالشبت هيمانو سين فان عذاب الاخره اكبر من عذاب الدنيا يا اخره كوكتات يا اخره اسات كالدنيا اسات يبلط سلاهنا سلازي بزيو هيمانوت لاي حيوتشن اسالف يالات فسالها اون ملسو طيقات فلم تتراجع يا الله አልተመለሰች ያንን ህፃን ልጅ እዛ ዘይት ውስጥ ነከረው አሁንም አልተመለሰች ምን አለች ለእንደك طلب እስኪኛን ከሷ ቦታ አገልንየው ሁላችን ምንድነው ምን ነው አንድ ሰው እንደዚህ ብሎ ቢጠይቀ ምንድነው ምን ነው የማናችን እስከየት ድረስ ነው የሚለው የምናይበት ታሪክ ነው እሷንም ሊጨምራት ሲ ለእንደك طلب አንድ ነገር ጠይቀሃለሁ وهو ان تجمع عظامي وعظام اولادي وتدفنها في قبر واحد የምጠይቅህ የኔንም አጥንት የልጆችንም አጥንት በአንድ ላይ ሰብስበህ አንድ ቀብር ውስጥ እንድታስቀምጥልኝ ነው አጂብ لم يكن لها طلب غير هذا كزيوت ليلى طياقه لفرعون على قربتش اسوانم انستو كذا زيت وسط تمرات شهيد هنا موتت نبيهم عليه الصلاه والسلام كسنت 100 امتات بهالا اسراء بادرغو بسعات በሆነ ቀብር በሚያልፉበት ሰዓት በጣም ከዛ ቀብር ጥሩ ሽታ ያሸቱ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فسأل جبريل መላእክቱን ጅብሪል ጠይቀው ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህ ሽታ ከየት ቀብር ነው የሚወጣው ብለው ሲጠይቁ ጅብሪልም ይህ ቀብርማ የዛች ከነ ልጆቿ ህይወቷን የሰዋችው ሴት ናት ብለው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ እኛሳ ኢማናችን ምን ያክል ነው የኛ ኢማን የኛ እስልምና በአሁኑ ጊዜ ያሉ ሰዎች ኢማናቸውን
ለትንሽ ነገር ይሸጡታል ለትንሽ ነገር ለዱንያዊ ነገር ይሸጡታል ይሄም ደግሞ ያለንበት ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት ጊዜ ነው ምን ያሉ يوم القيامه ليدرسسين يبيع دينه بعرض من الدنيا عند سو دينون لك نشكت يشطوال قالوا انذا صحابوت ين دي لنيا سيادرسو دماچو اطنتاچو تكسكسو دماچو نا اطنتاچو كافر غار تتدبالكو يمتا دين ين دي ምን ያክል እየተንከባከብነው ነው ኢማናችን ምን ያክል ነው ምን ያክል ጥግ የደረሰ ኢማን ነው ኢማናችንስ ሙሉ ነው ወይ የሚለውን ሁላችንም ልንፈትሽ ይገባል መጀመሪያ የነው አላህ ጸጋዎች ካደረገብን ነገራቶች ኢማን እንደሆነ ጨርሰናል ሁለተኛው ደግሞ ለዚህ ድን ምን አይነት መስዋዕትነት መክፈል እንችላለን ህይወታችን እስከሚያልፍ ቢሆንም ማሳለፍ እንዳለብን ለዚህ ድህ ህይወታችንን መስጠት እንዳለብን የሚለውንም አይተናል ያ ኢማናችንንስ በመንደነው ምንተብቀው ይሄ ኢማናችን ከጃችን እንዳይወጣ ዑለማዎች ያስቀመጡልን መመሪያ አለ يجب على كل مسلم حفظ اسلامه وصونه عما يقطعه ويفسده عند مسلم ونسو اسلمناو كمياበላሽበت ነገር ኢማኑን كمياፈርስበት ነገር ኢማኑን كمياጎርፍበት ነገር كمياጎልፍበት ነገር እንደዚሁም ደግሞ ከጁ كمياሳጣው ነገር እስልምናውን የመጠበቅ ግዴታ አለበት እኛ እስልምናችንን የምንጠብቀው በገንዘብ አይደለም ኢማናችንን يمنطبقوا بان نتعلم ما اوجب الله علينا الله تعالى قدتا يادرجبن اوقات اسم علم التوحيد يعني سنمارنا سنمار بجان شرن اوقان كشر سنرق اسلمناچنن يميابلاشو نغراتوچ عليه فمنها اسلمناچنن كميابلاشو نغراتوچ متكل عند سو الله تبارك وتعالى بفطرانوش بحري يميجلس كهنا يفطرانوشن بحري لا الله تعالى يميسد كهنا هذا لم يكن له أدنى توحيد يسو كنتات يميكرنكوان توحيد الله ممكن ياتم الإمام الجنيد رضي الله عنه سلا توحيد ستنتنو من الالو التوحيد افراد القديم من المحدث توحيد مالت فطارين كفطور مليت مجمري مجمريا يللون فصامي يللون فطارياچن كفطور مليت توحيدنا لا الله تعالى يميجبو بحريات بحرياتوچن ለፍጡራኖች ባለመስጠት ለፍጡራኖች የሚሰጡ ባህሪያቶችን ለአላህ አለመስጠት ለአላህ تعالى የሚሰጡ ባህሪያቶች ዑለማዎች ከፊሎቹ 10 ናቸው 20 ናቸው ይላሉ ከፊሎቹ ደግሞ 13 ናቸው ይላሉ ከነዚህ ባህሪያቶች መካከል አላህ ተባረከ وتعالى ያለነው ለመኖሩ መጀመሪያ የለው አላህ ተባረከ وتعالى መኖሩ አለ መኖር አልቀደመው የኛ መኖራችን አለ መኖር ቀድሞናል አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቦታ የማይሰፍር በአቅጣጫ የማይገለጽ መጀመሪያ የሌለው መጨረሻ የሌለው የማይወልድ የማይወለድ እንደዚሁም ፍጡራኖችን የማይመስል የሚለውን ሁላችንም ይህ ተውሂድ ነው ይህንን አውቀን እስልምናችንን መጠበቅ አለብን አንድ ሰው አላሁ ተዓላ በቦታ ካሰፈረው ወይም የማያመችበትን ባህሪ ከሰጠው ይህ ሰው ተውሂዱን ያጣ ይሆናል ኢማኑን ያጣ ይሆናል ስለዚህ ኢማናችንን የምንገነባው ኢማናችንን
የምንጠብቅበት መሳሪያ ዕውቀትና ዕውቀት ብቻ ነው። علم መፈለግ الامام البيهقي በዘገቡት حديث نبي عليه الصلاه والسلام من يلالو طلب العلم فريضه على كل مسلم اوقات مفلق بمانኛው مسلم بهونه سونا مسلم بهونه سيت وندم بهونه سيت يمفلق جديت አለባቸው حتى باكاباتهم كان انكون يتوحيد اوقات باينورم ወደ ሌላ ሀገር ይሄዱ የመማር ግዴት አለባቸው ለዚህ ነው ስለዚህ ኢማናችንን የምንጠብቀው በእውቀትና በእውቀት ብቻ ነው ስለ እውቀት ፈዲላ ብንናገር ቀኑ ይመሻል እንጂ ልንጨርሰው ስለማንችል ነገር ግን ኢማሙ ዓሊ ያስቀመጡት መመሪያ ስለ علم ፈዲላ ምን ይላሉ الامام علي ይሄ መጨረሻ የሆነ ንግግር ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ ምን ይላሉ ስለ እውቀት ፈዲላ ይላሉ ማንኛውም ሰው እየመጣ ቢጠይቀኝ እነግረዋለሁ ይላሉ በጣም ስለ እውቀት ፈዲላ በጣም ብዙ ስለሆነ ይሄንን ተናገሩ ከዚህ መካከል ትንሾችን ልትከስላችሁ ምን አሉ العلم يحرسك እውቀት ማለት አንተን ይጠብቃል والمال انت تحرسه ገንዘብ ደግሞ አንተ ራስህን የምትጠብቀው والعلم كلما اخرجته ازداد اوقات معنات اسلاماوي اوقات بمتاوطو ساعات بمتاسمرو ساعات ايجمرى ايففى ايدبر يمطلح اما المال اذا اخرجته نقص جنزب كونهجي بمتاوطو يزي ايقنسى ايمنمنى يهدال يلالو ስለዚህ ሁላችን እውቀትን የመፈለግ ግዴታ አለብን ከእውቀቶች ደግሞ መፈለግ ያለብን እውቀት የተውሂድ እውቀት ነው በዚህ ንግግሬ የምጨርስ ይሆናል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ترجمة
I'm gonna go.
Yeah.
يا من بذاته وصفاته الحجية يبلغه بها نظائره واجبا يا من تفرج بالبكاء والقدم والعزبية يا من لا يغيره ولا يعوره يا من استند علامه إلى قدرته القيومية بفضله من استنشده نسألك اللهم بأنوارك القدسية نتخذ من ظلمات شكيرية ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ونكون آخر الأنبياء بسرته وبعده كواكب يوم البرية بسفينة السلامة وبأصحابه وذي الهدايات والأفضلية الذين بذلوا رؤوسهم لله يبتغون فضلا وبحضرة شريعته والمناكب والخصوصية أقول لك أنا في الأقوال والأمان لإخلاص النية وفي جهاد كل من الحاضرين والغائبين مطلبه وتخلصنا من أثر الشهوات والأضواء القلبية وتحقق لنا من الأمان وتكفينا كل مزدحمة وبرية ولا تجعلنا ممن أهواه وتغير لنا من حسن يقين قطفا دانية جلية وتغفر عنا كل ذنب فجمينا وتستر لكل من نعيب وعزه وأسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال وضوم جمعنا هذا من خزائن من حكسانية بحرمة ومغفرة ودود مع من سواك اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا لكل راجع ما أمله وكفك رجا وكسانا كراجنا ماهبك الذنيا فحكينا يا أبا منك والرعاة والرعية يا أجل من جار هذا الخير في هذا اليمين واجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيث يوم ثياب صيف صبصبا وغربا وفتنا سجاد العقول المعبرة المولدية سجدنا جفر يمن البزنجي وحقق له الفوز في كل بكاء الرجاء والغمرية وعزم المكرمين مكله وسكنا واسكنه وعبه وعزه واسره وعيا كتبها وقارئها ومن اصاغ اليها سمعه اللهم صل وسلم على اول قبيل تجد من الحقيقه الكليه وصفه ومن نصره وعلى ما في الاذان وفي وزير دريم جعله جوهريه وتحلت صدر العابد المنيفه بحقوقه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وسلام على المرسلين والحمد لله.
اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا جبريل 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 يا Oh,
سلام عليكم.